أنت بتنقتل جنب ابنك، أصعب موقف في عمري لأموت وأروح ما بنسى. بشوف أبوي عم يتعذب قدامي، عم ينضرب قدامي وعم ينهان قدامي. شعور أصعب من هيك ما في. يعني أنا ابني أريد أموت، أريد يموتوني، بس ما أشوف عند اللي قتلوا ابني. كنت يعني أتمنى أني أموت وأخلص وأنه هو يروح، يعني أنه يتركه ويمشي. وأنا اللي جبته، يعني أنا اللي جبته وقلت له ما تمشي وعبخل يفوت على الضيعة ونجيب أغراضنا. وقعت جبته واعتقلوا وقتلوا قدامي. يعني أصعب موقف في الحياة، بس موقف صعب. رشوا علينا كروسين بالمروحية وانحرقت أجسامنا، محروق ما عمل هيك، اللحم يطلع بأظافيري. كتوا علينا كروسين، يعني المحقق بذاته عمل هيك عند اللي شافني، قال حجي انت ايش عامل؟ قلت له اسأله، انا شوفير سوزاكي. جابوني من المطار، قال انا ارهابي. نقلونا من مطار منغ لمطار النيرب، ومن مطار النيرب استلمونا هونيك كمان وغابوا بالواجه مثل مطار منغ، وضربونا وعذبونا وهانونا. بعدين اخذونا بالباص على فرع المخابرات الجويه. طمينا بفرع المخابرات الجويه فتره 15 يوم، كمان قتل وتعذيب واهانه. كانت معامله سيئه جدا جدا، كانت الفاظ بذيئه، ضرب، تطميش، يعني كان معاملة سيئة جدا، وما في يعني أي رحمة كان عند النظام. النظام جبان وفي ضمن جحره، ضمن وكره. لكن إيش عامل؟ عامل له ثعالب بيناتنا، جبناء